بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 89 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، يعني أهلكه الله، يعني لا يترك له أثر، كما يذوب الملح في الماء هكذا. وهذا لشدة حرمتهم وعظيم حرمتهم، حيث أنهم جاوروا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 24 بعد 403,000. يقول: حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراض، نسبة إيه؟ لبيع القرض، والقرض ده نوع من المواد التي تستعمل في دباغ الجلود. عن أبي عبد الله القراض أنه قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى ابن عمارة أنه سمع القراضة وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، والزعم في لغة قريش هو القول المحقق، يبقى الزعم هنا يعني يقول قولا محققا مش متشكك فيه، لأن الزعم في اللغة المعاصرة معناه يقول قول بغير دليل، فهم؟ لكن عند لغة قريش يزعم يعني يقول قولا محققا. لما جاء العربي يسأل النبي قال له: أتزعم أن الله أرسلك؟ يسأل النبي يقول له: أتزعم أن الله أرسلك؟ قال: نعم. يعني أتقول قولا محققا؟ فهم؟ يبقى الزعم في لغة قريش بمعنى القول المحقق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي قالوا قولا محققا عندهم، فهمت بقى؟ يبقى إيه تزعم بمعنى تقول قولا محققا، وليس مع التشكيك، خلاف للاستعمال المعاصر لكلمة زعم. واضح؟ الاستعمال المعاصر لكلمة زعم مختلف عن استعمال القرآن له، لأن القرآن نزل بلغة قريش، وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس: بدل قوله بسوء شر، يعني من أراد إيه؟ من أراد أهلها بشر أو شرا، ما كان بسوء يبقى بشر. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أنه سمع أبا هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو أبو رجاء، قتيبة بن سعيد كنيته أبو رجاء، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبيه، عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أدابه الله كما يذوب الملح في الماء. هل ده دعاء ولا إخبار؟ ممكن تنفع الاثنين، أن النبي قالها خبر ويريد به الدعاء بيدعو على من أراد أهل المدينة ودعاء النبي مستجاب، أو أن هذا خبر، أن سنة الله في تعامله مع عباده أن كل من أراد أهل المدينة بسوء يذيبه الله. يبقى احتمال أن النبي يبين هذا على سبيل الخبر، أو أنه خبر دعاء في سورة خبر، فهم؟ تحتمل المعنيين. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله غير أنه قال بدهم أو بسوء. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار، لأن لما هتفتح الأمصار والمدن الكبيرة والكثيرة التي فيها أموال كثيرة وفيها خصوبة وفيها طعام كثير ووسائل معيشة مرفهة، قد يؤدي ذلك إلى أن يهجر أهل المدينة المدينة ويذهبوا إلى الأمصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات نبوته أخبر أنها ستفتح الأمصار، وفتحت بعد وفاته بسنوات طويلة. هذا إخبار دليل على أنه يخبر بالغيوب ولا يخبر بغيب إلا رسول، لأن لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول يعلمه الغيب. فإخبار النبي هذا علامة من علامات نبوته، وأن الأمصار تفتح بعد وفاته، وأن بعض أهل المدينة يرغبون عن المدينة ويتركونها رغبة في الخصوبة وفي الغنى وفي رغد العيش وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبهم أن يمكثوا في المدينة ولا يتركوها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الشام. أهو علامة من علامة النبوة، الشام لم يفتح في عصر النبي، ده في خلافة سيدنا عمر. يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، يبسون يعني يسوقون النوق ويستحسونها في السفر، يعني أصلا البس هو سوق الإبل، البس هو سوق الإبل، عشان هو بيسوق الإبل بيقول لها إيه بس 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 عشان يمشيها، زي انت ما تسوق الحمار تقول له حاء حاء، فاهم؟ فيبسون جاي من بس بس، يعني ايه؟ يعني يزجر الابل لتمشي وتسير، يعني يجتهدون في السفر ويسارعون. يبقى ايه؟ قوم يخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، يعني يسوقون النوق مسافرين، يقولون للنوق بس بس. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني الإقامة في المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق
فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبثون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ودع حديث علامة من علامات نبوة نبينا، لم تفتح هذه البلاد إلا بعد وفاة نبينا بعشرات السنين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب في المدينة حين يتركها أهلها. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حا قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره، يعني حيأتي زمان ويبدو أن هذا في آخر الزمان عندما يموت كل مسلم، لما يبعث الله ريح خفيفة فتقبض روح كل مسلم فتترك المدينة وتهجر، لأن الكفار حيقعدوا ليه في المدينة؟ اللي بيقعد في المدينة هم المسلمين اللي بيحبوا جوار النبي، فإذا مات كل الناس المؤمنين فتهجر المدينة ويتبقى كل شيء فيها مزروعاتها وكده يأكلها بقى السباع والعوافي يعني بسبب هجرتها، فده هيكون في آخر الزمان والله أعلم. القضيعيات قال إن هذا حدث في بعض فترات محاصرة المدينة أيام بعض الملوك الظلمة فاضطر سكانها إن هم يهجروها، لكن يبدو أن هذا ليس على هذا الوفق المراد، لأن في حديث تاني هيقول إن في راعيان يأتيان من مزينة فيقبض عندما يكونوا على مشارف المدينة وهي خالية، وأن هؤلاء آخر من يموت وتقوم القيامة، فدل على أن هذا في آخر الزمن بالرواية التانية. وعنه به قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة، هو الحديث هو. ثم يخرج راعيان من مزينة قبيلة من قبائل العرب يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا يعني موحشة لا يوجد فيها أحد، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، وفي روايات أن هم آخر من يموت ثم تقوم القيامة. باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ما بين قبر النبي يعني ومنبر النبي. معلوم أن قبر النبي موضع قبره هي أفضل بقعة خلقها الله في الأكوان، وهي أفضل من العرش والكرسي بإجماع المسلمين. أما الخلاف في أفضلية مكة والمدينة هذا خلاف دون البقعة، يعني إذا استبعدنا البقعة اللي فيها القبر الشريف فتبقي المدينة ومكة أيهما أفضل، فيها خلاف بقى بين العلماء. ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه كأهل الكوفة والأحناف إلى أن مكة أفضل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، فقالوا تبقى مكة أفضل. وذهب الإمام مالك ومن وافقه، وأنا أميل لرأي المالكية رغم أني شافعي في هذه المسألة، أن المدينة أفضل لأن هي اختيار الله لنبيه
واختيار الله لنبيه إقامة ودفنا ومكان نصرة ومكان بعث حيث يبعث منها أيضا، فلا بد أن تكون هي الأفضل. ولأن الله قال فيها مدخل صدق، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقدم المدخل على المخرج، في حين أن الترتيب المنطقي كان يقول أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق، لكن قدم المدخل والدخول لا يكون إلا بعد الخروج، فقال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فدل على أن مدخل الصدق أفضل للتقديم، ولأنه كان هو محل النبي إلى أن توفاه الله. فأنا أميل أن المدينة أفضل كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك ومن وثقه. كل الخلاف بين مكة والمدينة مستثنين إيه؟ البقعة الشريفة التي فيها القبر. أما البقعة التي فيها قبر النبي فهي أفضل بقعة على الإطلاق، دي لا مناقشة فيها، واضح؟ ما بين القبر والمنبر، يعني منبر النبي وقبره، بينهما روضة من رياض الجنة، وهذا مشهور معلوم عند جميع الناس والحمد لله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيتي، شوف هنا الرواية بيتي، وفي رواية تانية القبر، فدل على أن قبره في بيته. روضة من رياض الجنة، يعني ايه روضة من رياض الجنة؟ يعني ايه؟ يعني الدعاء فيها مستجاب، لأن الجنة ربنا بيقول لهم ما يشاءون فيها عند ربي، فطالما انت في الجنة كل ما تشاء ربنا يعطيك اياه، معنى الدعاء مستجاب هناك، طالما هي روضة من رياض الجنة. إذا كنت في الجنة كلما اشتقت شيء وأردت شيء حققه الله لك في الحال، يبقى العبادة فيها مقبولة والدعاء فيها مستجاب، وهذا حث على أن الإنسان يحرص على أنه يعني يصلي فيها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإقامة بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل هي روضة من الجنة على الحقيقة، ولا يعني هي في حكم الجنة حكما وليست حقيقة؟ إيه المنع أنها تبقى على الحقيقة؟ لا يمنع. لماذا؟ لأن كل شيء في الدنيا له صورة في الجنة، كل شيء في الدنيا من الجنة له صورة، زي كل شيء جميل في الدنيا له صورة في الجنة، وكل شيء قبيح في الدنيا له صورة في النار. فجهنم وما فيها من عذاب له صور في الأرض، والجنة وما فيها من نعيم له صور في الأرض. فالأماكن التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الجنة فهي من الجنة حقيقة، فهي صورتها، فهم؟ زي ما قال برضو النيل والفرات ينبعان من سدرة المنتهى، وإحنا عارفين هنا أنهم بينبعوا من الحبشة ومن بحيرة فيكتوريا، ده حيث من الجغرافيا، لكن من حيث الشرع يقول لك لا دي من سدرة المنتهى، يعني كأن أصلهم يمدان من سدرة المنتهى، فهمت إزاي؟ يعني يأتي وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني الرزق الذي يمد النهر النيل يأتي من سدرة المنتهى، فهم؟ وأنا مثلتها الوقت بتمثيل الناس تقدر تدركه عن الإيه؟ عن الناس في العصور الماضية. اعتبر إن الـ 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 الأكوان دي عاملة زي الكمبيوتر، في هارد ديسك وفي سوفت وير وفي شاشة وفي كيبورد، كويس؟ الهارد ديسك اللي هو الكتاب المحفوظ عند الله، كويس؟ وهو أيضا من الأكوان، فيه كل شيء، كويس؟ كل شيء في الهارد ديسك ممكن تستدعيه عن طريق السوفت وير فيظهر في الشاشة، فهمتني إزاي؟ فأنت إذا استدعيت نهر النيل على الشاشة، الشاشة اللي هي الدنيا، عالم الدنيا اللي احنا فيه ده، هي دي الشاشة المونيتور، كويس؟ والهارد ديسك عالم الملكوت، فهمت إزاي؟ عالم الجبروت الهارد ديسك. طيب والسوفت وير عالم الملكوت، فهمت المسألة؟ نموذج، يعني أنا بدي لك نموذج تقريبي عشان تقدر تتصور. فكل شيء بيظهر في الشاشة له صورة في السوفت وير وله صورة في الهارد ديسك، فهم؟
لان ما هو الا صورته، وصورته في الهارد ديسك غير صورته في السوفت وير غير صورته في الشاشه، في اي صوره ما شاء ركبك. فانت لك صوره في الجنه، ولك صوره في القبر، ولك صوره في الدنيا، ولك صوره في رحم الام، ولك صوره في صلب الاباء والامهات، وانت واحد. ففي كل عالم لك صوره، في اي صوره ما شاء الله ركبك. فهمت؟ فنفس الحكايه. فلما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري وما بين روضه من الجنه، حقيقه يعني دي صوره لما هي له في الجنه، كانها صوره طبق الاصل. فهمت ازاي؟ مستمده من الجنه، مستمد ظهورها في عالم الدنيا من الجنه، زي ما تستمد انت الصوره اللي في الشاشه على الكمبيوتر من الهارد ديسك مرورا بالسوفت وير. فهمت حاجه؟ انت حر تفهم ما تفهمش، المهم كلام النبي صادق. فهمت ازاي؟ يعني عايز تتصورها تتصورها، مش عايز تتصورها صدق كلام النبي من الجنه، هي من الجنه يا رسول الله. وقال لنا كده لما يمر على وادي العقيق ويقول له وادي العقيق من الجنه، هناك في المدينه وادي العقيق من الجنه، يعني له صوره في الدنيا واصله في الجنه. فهمت ازاي؟ ودي صورته في الدنيا. وربنا بيقول على الفواكه والحاجات دي وقوته به متشابه، يعني انت الفواكه اللي بتاكلها في الدنيا دي لها صوره في الجنه. فهمت ازاي؟ ودي صورتها في الدنيا، بس حقيقتها في الجنه تلاقي ايه؟ طعمها طعمها مختلف، طعمها احلى. فهمت ازاي؟ وهكذا. فعلشان تعرف بس ايه ازاي تقدر تتصور مثل هذه المعاني. عشان كده لما يقول روضه من رياض الجنه نقول على الحقيقه، نقول على الحقيقه مش على المجاز. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. فواحد يقول لك على الحقيقه ازاي؟ تقوم تدي لي تصورها له بالطريقه اللي قلتها لك بالهارد ديسك والسوفت وير والمونيتور. كويس؟ سهله. طب ايه الفرق بين الجبروت والملكوت؟ الجبروت عالم الاراده، والملكوت العالم الغير مرئي. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللي هو اللوح نحن. والملك عالم المرئي اللي هو المونيتور اللي هو الشاشه، ده الملك. والسوفت وير ملكوت، والهارد ديسك جبروت. فهمت ازاي؟ اللي هو اللوح المحفوظ اللي هو فيه الاراده، اللي هو ما بين الكاف والنون، اللي هو عالم الاراده الجبروت، حيث ان كل ما يظهر على وفق المراد كن فيكون. اللحظه اللطيفه الغير مدركه اللي بين الكاف والنون ده اسمه عالم الايه؟ الجبروت. بيسموه عالم الاراده، لأن الإرادة تقصص القدرة على وفق المعلوم. فهمت؟ الله على كل شيء قدير، أي على كل شيء يريده قدير. فالإرادة تأتي للقدرة، القدرة أوسع والإرادة أضيق، لأن الله لم يرد كل معلوم إنه يظهر، فمعلومات الله أكثر من التي ظهرت. فهمتني إزاي؟ هناك معلومات معدومة غير مرادة الوجود، وفي معلومات معدومة مرادة الوجود. فهمت ازاي؟ يبقى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة على الحقيقة، ايه المانع؟ بعض العلماء علشان ما كانش يقدروا يتصوروا هذا قال لك يعني مجاز، يعني يعني معناه لما تعبد ربك فيها تبقى من اهل الجنة، ما يجراش حاجة مشيه. لكن احنا بقى بنفهمها بمعنى اعمق، وكلام النبي يسع كل الفهم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. كل الروايات اللي وردت في صحيح مسلم بيتي، ما قالش فيها قبري، لكن في كتب السنة الأخرى
موجودة قبري أيضا، زي مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره، ما بين قبري ومنبري. ده العنوان، دي العناوين دي قالوا عناوين الأبواب، مش هو اللي وضح. بعض العلماء قالوا إنه مش هو اللي وضح، هو ممكن يقول ما بين قبري لأنه صح عنده، إلا أنه لم يثبت على شرطه. فإن كان هو وضع العناوين يبقى صح عنده، إلا أنه لم يكن على شرطه، فكتب العنوان قبر حتى يثبت اللفظ، لأنه صح عنده إلا أنه لم يكن على شرطه. فهمتني إزاي؟ تحتمل هذا وتحتمل. لكن إحنا مش محتاجين العنوان من سيدنا الإمام مسلم، ليه؟ لأنه ورد في كتب السنة الأخرى بأسانيد متصلة أيضا. قبري، خدت بالك؟ باب أحد جبل يحبون ونحب، وقال على أحد ده جبل من جبال الجنة برضه، وقال إن قبر المؤمن في الدنيا روضة من رياض الجنة، مش كده برضه؟ فكل الحاجات دي. وعلى شكل النبي كان يذهب لقبور المسلمين ويدعو الله عندها، لأن الدعاء في الجنة مستجاب. فالنبي كان يذهب للقبور ويدعي عندها، يدعي لنفسه ويدعو لأهل القبور، قل اللهم اغفر لنا ولهم، لأن الدعاء بكوار قبور المسلمين أرجى للقبول. ليه؟ لأن قبور المسلمين روضة من رياض الجنة. فهم؟ فالنبي كان يذهب لقبور المسلمين ويزورهم ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يخاطبهم خطاب الحاضر. اللهم اغفر لنا ولهم، ويدعي لنفسه، مش رايح يدعي لهم بس، لا بيدعي لنفسه. والوهابية يقول لك أنت ليه بتدعي بجوار القبر؟ طب ما السنة الدعاء بجوار القبر. هم عايزين يدعونا إلى أننا نترك السنة. لو رحت تدعي جنب القبر يقول لك مشرك. طب ما هو كلامه هذا ينسحب على النبي، يبقى النبي مشرك لما علمنا كيف ندعو بجوار القبر. عشان تعرف ان هذا المذهب باطل، مذهبه مذهب باطل، احذره، مخالف لما عليه اجماع المسلمين ولما عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بندعو الله مش بندعو الخلق والمخلوق. احنا عارفين المخلوق لا يملك لنفسه ضر ولا نافع، يدخل في ذلك الانبياء والمرسلين والملائكه، كل لا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله أن يعطيه ما شاء. وقد شاء الله وأعطى النبي مفاتيح خزائن الجنة ومفاتيح خزائن الأرض، وأعطاه الشفاعة وجعله رحمة للعالمين. فإحنا عارفين ده كله، أن النبي مخلوق وأن الميت مخلوق وأن الله حي لا يموت، عارفين ده كله يعني. وإحنا بندعي بجوار القبر، شرك إيه اللي هم بيدوروا؟ شرك إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ حاجة شيء عجيب، شيء عجيب يعني فعلا، لما يتهم المسلمين ويسيء الظن في كل المسلمين. وعن أبي قال باب أحد جبل يحبنا ونحبه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي. كان النبي يحب المدينة، أول ما رجع من غزوة تبوك اشتاق للمدينة، فأول ما ابتدى يبقى على مشارف المدينة أسرع، عايز يدخلها بقى، مشتاق لها صلى الله عليه وسلم. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وعن أبي قال وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وعن أبي قال
حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة. الناس متصورة أن هي بألف صلاة، ده النبي يقول أفضل من ألف صلاة، يعني أكثر من ألف، مش واقف عند الألف. طب وحد الأفضلية إيه؟ لا يعلمه إلا الله. فهمت بقى؟ فما حدش يقدر يحدد قيمة الصلاة في مسجد النبي دي، لأن النبي يقول أفضل من ألف صلاة، وأفضل دي صيغة تفضيل مطلقة، النبي أطلقها حتى يكون الثواب عند الله بلا حساب. قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإلا أنا بمعنى غير، غير أن المسجد الحرام الصلاة فيه بألف صلاة، بمائة ألف صلاة فيما سواه. إلا هنا استثناء منقطع، يعني إلا بمعنى غير، غير أن المسجد الحرام أيضا له فضيلة. فهمت؟ فقد تكون أفضل من ألف صلاة تكون أكثر من المئة ألف، لأن المئة ألف محددة، وأفضل من ألف صلاة غير محددة، وغير المحدود يكون أكثر من المحدود. واضح؟ فالحكاية سهلة يعني. عشان كده ذهب الإمام مالك لأن الصلاة في مسجد النبي أفضل من المسجد الحرام، مذهب الإمام مالك كده. واضح؟ خلاف لما عليه يعني عوام الناس الآن. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث، لأن الكلام هنا موقوف على أبو هريرة، يعني ما قالش قال رسول الله، أبو هريرة اللي بيقول كده. فبيقولوا احنا كنا عارفين أن أبو هريرة ما بيقولش الكلام ده إلا عن النبي، فعلشان كده ما محتاجناش أننا نسأله نقول له الكلام ده سمعته من النبي ولا لا، محتاجناش، لأن الحكاية دي أبو هريرة مش هيعرف يقول إلا عن طريق النبي أصلا. عشان كده بيقول فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان سمعه منه. فبين نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. لما النبي يقول إني آخر الأنبياء، والنبي آخر الأنبياء ظهورا وأكرمهم عند الله فضلا وأعلاهم، وينسب المسجد إليه، يبقى معناه مسجده آخر المساجد وأعلاها فضلا عند الله. واضح. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وعن أبي قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثله. وعن أبي قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. يبقى رؤية هذا الموضوع عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن سيدتنا ميمونة وعن كثير من الصحابة. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لإيه؟ لفضيلة في البقعة ذاتها. فالبقاع دي فاضلة للبقعة ذاتها، فإذا نذر أن تشد الرحال إلى أن يصلي فيها أو نذر أن يزورها عليه أن يوفي بالنذر ويذهب إليه. أما إذا نذر في أي مسجد آخر فله أن يوفي نذره في أي مسجد، لأن كل البقاع غيرها متساوية. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. والنبي شد الرحال لأماكن كثيرة غير هذه الأماكن، دل على أنه ليس النهي على إطلاق شد الرحال، لكن على شد الرحال لأمر مخصوص وهو لفضيلة في البقعة، وليس مطلق شد الرحال. فالنبي شد الرحال وسافر للتجارة، وشد الرحال وسافر للغزو، وشد الرحال وسافر وزار قبر أمه في الأبواء وهي على بعد 300 كيلو من المدينة سفر، وكان يشد الرحال ويزور أهل أحد كل أسبوع، يزور أهل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال لأسباب شتى، فدل على أن لا تشد الرحال هذا ليس أمر منهي عن مطلق السفر، ويجعل مقصد السفر فقط هو شد الرحال لثلاثة مساجد، ولا يوجد مقصد آخر مشروع للسفر. هذا الفهم يكون فهم مخالف لما عليه السنة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يفهم بأنه هذا النهي نهي مقيد على معنى مقيد، وهو لا تشد الرحال من أجل الصلاة في بقعة، للصلاة لذات البقعة إلا لثلاث البقاع دي. أما إن كان شد الرحال لأسباب أخرى غير الصلاة فلك أن تشد الرحال على مقاصد شتى، منها زيارة أخ لك في الله، منها طلب العلم، منها جلب تجارة، منها مطلق سياحة، منها الدعوة لسبيل الله، منها طلب الرزق وهكذا، واضح؟ ومنها زيارة قبور المسلمين. فاستدلوا من هذا الحديث بالفهم السقيم على عدم جواز شد الرحال لزيارة القبر الشريف. أين ذكر القبر في هذا الحديث حتى يستدل؟ أبعد ما يكون. كيف تستنبط أنه لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد ثم تستنبط منها أنه لا تشد الرحال للقبر؟ أي ذكر للقبر في هذا الحديث؟
حتى تستنبط. فهمت؟ وبالتالي مذهبهم مذهب باطل يخالف ما عليه حديث النبي. طب ما النبي شد الرحال واستأذن الله في زيارة قبر أمه فزارها في الأبواء، وده عارف امتى؟ ده كان امتى؟ ده متأخر قبل وفاة النبي بعدة بسنة أو سنتين زيارته للأبواء، يعني لم تنسخ وكان فيها شد الرحال. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا اللي هو الأقصى. يعني إنما يسافر لأجل العبادة والصلاة في البقعة، يبقى هنا السفر مخصوص مش مطلق سفر. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى اللي هو في القرآن، ولا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هل هو قباء ولا مسجد النبي؟ قولان، والراجح أنهما الاثنين، الراجح أنهما الاثنين، واضح؟ لكن بعض العلماء قال لك لا، مسجد النبي هو الذي نصلي فيه، الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده المسجد المخصوص المقصود. قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته، وهو آخر باب في كتاب الحج حتى ننتهي منه اليوم إن شاء الله. وعن أبي قال حدثنا أبو جعفر قال أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وكانت زيارته يوم السبت، كان النبي يحب يزور قباء يوم السبت في الضحى، وعشان كده لما تعمل مزارات المدينة خليها ضحى يوم السبت عشان ايه تاخد ثواب هذه السنة، تبقى في نفس زمن زيارة النبي لقباء يوم السبت. وثواب زيارة قباء وتصلي فيه ركعتين بثواب عمرة، كأنك خدت ثواب عمرة بالظبط. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وعن أبي قال وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان.
وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، أو راكبا يعني شد الرحال وراح لقباء، يبقى شد الرحال في المساجد الثلاثة مش مقصود النهي عن مطلق شد الرحال، يبقى مقصود بمعنى مخصوص، وهو أن ينذر كما ذهب الإمام النووي أن يصلي في هذه البقاع، فعليه أن يوفي. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وعن أبي قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا، قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. وانتهينا الحمد لله من كتاب الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ونبدأ غدا في كتاب النكاح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله يسلمك.